يا جبل ما يهزك ريح، كان هذا تعليق الإعلامي طليق الفنانة إلهام الفضلة بعد انتشار خبر زواجها من الفنان شهاب جوهر. هددته بكشف المستور إذا لم يبتعد عنها، فلديها مستندات وثائق وفيديوهات ورسائل صوتية. ولا عند حياتي المأساوية اللي كنت عايشتها، ولو بفتح حلجي وأقول راح تصير قنابل، لأن إذا تمادوا معاي زيادة راح يعرفون ويرجعون شوية ورا حق العنف الأسري. هددت بكشف المستور إلهام الفضلة تتحدث عن طلاقها وزوجها. روت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تفاصيل طلاقها من زوجها السابق الكاتب الصحفي والإعلامي خليل التميمي، وذكرت إنها عاشت حياة مأساوية ولكنها حاولت التغاضي عن المشاكل التي تعرضت لها مع زوجها حفاظا على حياتها الأسرية. أكدت إنها تعرضت للعنف الأسري من جانب زوجها. أكدت إنها لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فتكتمت على الأمر. هددت زوجها السابق بأن لديها عدد من الفيديوهات والرسائل الصوتية، فإن لم يبتعد عنها ويكف يده سوف تقوم بفتح ونشر الفيديوهات. لكن من الواضح أن هناك أقاويل أخرى، فمنذ قرابة 6 أشهر قامت الفنانة إلهام الفضلة بالظهور على إحدى القنوات الفضائية وتكلمت على زوجها. زوجها هو في صداقة تصير بينه، يعني تخلين قلب زوجك يفتح قلبه حقك في كل شيء، فهذه العلاقة اللي بيناتنا يعني أنا للحين أمشي تحت جناحة، يعني أنا من الزوجات اللي ما أقدر أسوي شيء إلا بمر ريلي، يعني تحت شور ريلي. ورغم انتشر هذا الفيديو لها الذي تكلمت عن زوجها بأنه يصطحبها في كل مكان ويظهر معها حتى في المقابلة الشخصية، وقالت إنها تعتبره كصديق قبل الزوج، فكان يتضح من كلامها إنها تحترمه وتحبه. هذه المقابلة الشخصية التي كانت منذ قرابة 9 أشهر، فكيف تحول هذا الزوج إلى الزوج الذي يسب ويضرب ويقع تحت طائلة العنف الأسري؟ وهددت إلهام الفضلة بفتح المستور عن تفاصيل هذا العنف، حال لم يتركها من وصفته بالطرف الآخر في حياتها، مشددة على أنها تمتلك وثائق ومستندات ومقاطع فيديو تدل على صدق حدثها، لكنها ما زالت صامتة حفاظا على سمعتها وبنتها وعدم تشويه الصورة، فضلا عن أنها تتعامل بأصلها والعشرة اللي عشتها. لو بفتح فمي وبقول راح تصير قنابل مو بس في الكويت، في العالم كله راح أتكلم عن أيام العنف الأسري. وقتها وفي نفس التوقيت ظهر طلقها في أحد المنتجعات هو وصديقه في حمام السباحة. يا جبل ما يهزك ريح. أعلنت الفنانة إلهام عن زواجها رسميا من الفنان شهاب جوهر الذي يصغرها ب3 سنوات. هذا الزواج كان سري ولكنه انتشر عقب انتشار صورة لهما سويا خلال حفل عقد قرنهم، وسط شكوك بين المتابعين بشأنها حول ما إذا كانت حقيقية أم من أحد المسلسلات التي تجمعهم. نشرت إلهام الفضالة صورة جمعتها بزوجها شهاب جوهر وكانت من كواليس تصوير مسلسلهم أمينة حيف الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وعلقت عليها وقالت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني على شهاب جوهر. وتعد هذه الزيجة للفنانة إلهام الفضالة من شهاب جوهر هي الثالثة، حيث تزوجت للمرة الأولى في سن 16 ورزقت بابنتها الأولى منى في المملكة العربية السعودية، ثم عادت وتزوجت في الكويت واستكملت دراستها وتزوجت بعدها من الصحفي خليل التميمي، ولديها منه ابنتين فجر والنور.